انا جيت. مساء الفل، مساء العسل، مساء الياسمين، احلى مساء على عيونكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحه ان شاء الله. عمرو النبلي، اللي ما يعرفش عمرو النبلي، عاشق الاهلي، رجع لكم النهارده في فيديو جديد لذيذ رايق، وعشان في ايام جايه فيها حرايق. طبعا النهارده الاهلاويه هيشوفوا الاهلي بعد غياب 4 شهور. طبعا عارفين كلنا بعد الاحداث اللي حصلت دي، ان شاء الله الاهلي النهارده الساعه 6 بتوقيت مصر، 8 بتوقيت الامارات، هنلعب مع سموحه مباراه وديه. طبعا عرفنا ان الجدول بتاع ماتشات الدوري نزل في شهر 8، وطبعا اهم ماتش هيكون في شهر 8 اللي هو ماتش الزمالك، هيبقى يوم 22/8. اصحى وخلي بالك يا زملكاوي عشان النبلي راجع وناوي. طبعا عايزين نعرفه ونشوفه جدول ماتشات الاهلي ان شاء الله. اول ماتش هيكون يوم 9/8 مع انبي، ويوم 14/8 مع الانتاج الحربي، و17 مع اسوان، و22 مع الزمالك. اصحى تحدي الاهلي والزمالك، ويوم 26 ان شاء الله مع فريق الجونه. طبعا فريق الجونه فريق محترم جدا، فريق عامل نتائج كويسه في الدور الاول. طبعا رجعت الدوري، الواحد يحس ان الروح رجعت له بجد. احنا كاهلاويه او اي حد بيحب الكوره تحس ان روحك رجعت لك. طبعا امبارح كان الزمالك تقريبا بيلعب مع بيراميدز ماتش ودي، وانتهى بفوز بيراميدز 1-0. اللي جاب الجون رجب بكار، يا ابو كف رقيق وصغير. ورجعنا تاني بقى للهزار والضحك وشخاليل ياما. طبعا اللي عارف النبلي نحب نهزر، نحب نضحك، ما عنديش اي مشكله مع الزملكاويه، حبايبي كلهم زملكاويه، اعز 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 زمايلي زملكاويه، عشان خاطر لو في معايا زملكاويه جداد يبقوا عارفين النبلي على ايه. النبلي على هزار وضحك بكل احترام وبكل ادب، تمام؟ طبعا في حاجه عايزين نتكلموا فيها، حمدي فتحي نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب، عمل مسحه الخمسه للفيروس اللعين واثبت اصابته بيها، وهيبدا ان شاء الله باذن الله يتعالج. ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويشفي جميع المسلمين وغير المسلمين. والله يعني الواحد ما يحب يشوف حد بيتألم او حد عنده مشكلة وكده، فربنا يا رب يزيح عنا الوباء ويزيح عنا البلاء، وان شاء الله باذن الله نرجع لايامنا الحلوة تاني اللي احنا لاحظوا بقى الكلام ده، اللي احنا ما كانتش عجبانا قبل كده. الايام دي ما كانتش عجبانا قبل كده، وانا واحد منكم، بس بعد ما بتشوف اللي حصل في ال4 شهور اللي فاتوا، مدة كبيرة مش صغيرة، ترجع تقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر على النعم اللي احنا كنا فيها. طبعا بالنسبة لماتش النهاردة ان شاء الله، التشكيل المتوقع محمد الشناوي حارس مرمى، من اليمين للشمال محمد هاني، ايمن اشرف، ورامي ربيعة او محمود متولي حسب ما فايلر يختار، وطبعا الجناح الطائر اسرع دليفري في مصر علي معلول، علولو حبيب قلبي، شخصيا حبيب قلبي. في النص اليو ديانج وعمرو السوليه وقفشه، وفي القدام جونيور اجاي وتحتيه وليد سليمان، والمفاجاه الحلوه للاهلاويه بنسبه كبيره ان شاء الله هيكون رمضان صبحي واديني رمضان. طبعا تشكيل ان شاء الله يكون باذن الله يعني مفيد، ماتش هيبقى ليه معاني كتيره وليه يعني وضعيه تانية خالص. الاهلي بقاله كتير ما لعبش، واللعيبه بقالهم كتير، عودة الروح للفريق، الحمد لله ماشيين في التدريبات كويس، كهربا بيتدرب كويس، صالح جمعة، يعني ان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله. انا متفائل خير، ودايما الحمد لله اللي يعرف النبلي برضو عارف ان هو وشه حلو على الاهلي. الحمد لله يا ربي لك الحمد ولك الشكر. هنرجع بقى للدلع تاني، ونرجع بقى للجمال تاني. طبعا ماتش النهاردة الساعة 6 قلت لكم بتوقيت مصر، 8 بتوقيت الامارات، ولو حابين تتفرجوا عليه من شمال افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، الساعة 5 بتوقيت ال3 دول. ان شاء الله باذن الله الماتش هيتذاع على قناة اون سبورت، واحتمال كبير كمان يتذاع على قناة الاهلي. ان شاء الله يبقى ماتش حلو،
وباذن الله باذن الله نفرح كلنا بماتش الاهلي. بالنسبه للي متابعيني انا على اليوتيوب، طبعا انا بطلع لايف كل يوم، بطلع لايف كل يوم الساعه 5:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت الامارات، 4:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. طبعا لظروف العشر ايام اللي هم بتوع ذي الحجه، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله تكون ايامكم كلها مبروكه. فالمفروض ان انا بطلع 8 يعني 6 بتوقيت مصر في العشر ايام دول، ولكن عشان النهارده ماتش الاهلي ان شاء الله باذن الله انا هطلع الساعه 10 وهنغير ميعاد اللايف مع زوجتي ريم النبلي. طبعا كلنا اكيد في كتير عارفينها، يوميات تونسيه زوجة مصري، اللي مش مشترك عندها يروح يشترك لها ويفرحها ويفرح اخوكم، والله يفرحها يفرحني. احلى مسا على عيونكم، وبحبكم جدا ووحشتوني، وان شاء الله ان شاء الله الايام اللي جايه تكون فيها حاجات حلوه ونرجع ان شاء الله القناه تشتغل على الصح. الحمد لله طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، الحمد لله يا رب العالمين بمساعده اخواتي وحبايبي وعيله عمو علي. احلى تحيه اهلاوي يا غالي، احلى مسا على عيونك. الحمد لله حققت الشرط الاول، وان شاء الله باذن الله ماشي في الشرط الثاني باذن واحد احد، وقريب جدا ان شاء الله باذن الله ما كانش شهر، شهر ونص بالكثير، ونكون مفعل القناه باذن الله، وان شاء الله ربنا يكتب اللي فيه الخير للجميع للجميع. بشكركم جدا وبحبكم جدا، فرحان جدا ان انا رجعت لكم. انا قلت لكم في اخر فيديو ان انا الحاجه دي هي اللي بحبها، الكوره، فعشان كده هتكلم بكل طلاقه وانا مرتاح نفسيا، مرتاح بضحك وبهزر كاني قاعد مع اصحابي، حاجه عاديه، ما عنديش مشكله مع التصوير. طبعا الافريقي التونسي عشقي عشان تكونوا عارفين، يا رب ان شاء الله الافريقي يرجع زي زمان ويرجع بطل تونس زي ما عهدناه. طبعا الافريقي عشق وعشق لا ينتهي، انا اهلاوي بالتونسي كليوبيستي، يعني عاشق لفريق الافريقي التونسي. تحيه كبيره لاهلنا في، طبعا في مصر، اهلنا في تونس، اهلنا في الجزائر، اهلنا في المغرب، في السعوديه، في سوريا، في اليمن، في العراق، في كل حبايبنا اللي موجودين معانا. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، بحبكم جدا، واتمنى ان انا اكون خفيف الظل عليكم. بحبكم وكلكم على راسي، سلام. توصلوا بالسلامه يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي. انت عارف ما تنساش وحيد بقى حبيبك واخوك. مع السلامه، مع السلامه يا كريستين. خلي بالك، باي باي باي. اي حد يكلمك في المطار قول له ارمط، ارمط دي عامله زي الفيزا بالظبط. مع السلامة، مع ألف سلامة، خلي بالك من نفسك، هتوحشنا يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة. مين دول؟